انت منيح؟ أنا اللي لازم أسألك هذا السؤال. أنا بقدر بتحملها. مجبور. مجبور وتعودت. بس أنتوا أبداً ما لكم مضطرين. ما تزعل، أنا شفت وجهك لما حكيك إبراهيم، شفت هيك حب حقيقي بعيونك، ما عندي أي شك إنك بتحب ابني. بكرة منرضي؟ أكيد. وأنتي سارة، كيف بدي أرضيك؟ طول ما أنت حدي أنا مبسوطة. بس في شي تاني ضايقني، تاني مرة بلاقي حالي بعالي مش مرغوب فيه، إحساس صعب. كونه صرت أم فيه أفهمها، فيه شوف الأشياء من زاوية تانية، ما عم قول يلي عملته صح، بس أمك مفكرة حالها معها حق وعم تحميك، وأنا ما قدرت دافع عن حالي وعن ابني لما يأذيك. ليك سارة، مستحيل تخلي حدا بقى يجرحك انت وابراهيم، مستحيل.